اهلا بكم. خش في الموضوع على طول. هو فيديو استثنائي، يعني حابب ان انا اوجه رسالة لاجمل ناس في الدنيا. انا لما بقول في حلقاتي اهلا باجمل ناس في الدنيا، انا بقول حاجة انا حاسسها. على فكرة انا مش الشخصيات اللي ما تعودتش اقول حاجة ما انا مش حاسس بيها حتى في كلامي. انا حتى لو بتكلم عن برجي وفي خطأ معين بقوله، ما اعرفش ان انا اداري. حتى وانا بتكلم في حلقات التوعية أو العلاقات، بتكلم عن الرجال ممكن أقول سلبياتهم، وممكن يكون فيها سلبية من السلبيات دي. حتى لما حد بيبعت لي على الخاص وياخد رأيي في حاجة، ممكن بص يبقى الرد بتاعي صادم، بس أنت مدام قصدتني أنا لازم أنورك. أنا ما بعرفش أجاملك، يعني ممكن واحدة تيجي تقول لي حبيبي، وأنا باخد بالي اللي بيكتب لي في الرسالة. اللي بتكتب لي في الرسالة حبيبي، ده معناها ان هي بتموت فيه. انما لما تكتب لي الشخص او اللي انا مرتبطة بيه او كده، بعرف ان الموضوع عندها مش عالي. او انها مدام كتبت حبيبي رغم اللي عمله فيها، بعرف ان هي بتحبه. ومع ذلك لما الاقيه ما بيستاهلش، بقول لها سيبيه، ده كذاب وخاين وما يستاهلش ان انت تبقي عليه. ما انا ما اقدرش ان انا اجامل، انا ده طبعي. عامة انا يعني عامل الحلقة دي مش عايز اطول عليكم عشان وقتكم غالي. عايز اشكركم، احنا فاضل لنا خلاص حوالي 10,000 وندخل على ربع مليون مشترك. انا بعتبر ان دي ثقة كبيرة اوي، والفضل بعد ربنا ليكم مش ليا. الألفة اللي انتوا خلقتوها في القناة، التآلف، ان في ناس يعني مصاحبة بعض في القناة، وده يعني حاجة بالنسبة لي انا عمري ما شفتها. ناس يعني ناس كتير قوي بتتعرف على بعض في القناة، وكل حلقة وكل فيديو يسألوا على بعض، وممكن يحكوا يعني كأن دردشة كمان، يحكوا عن اللي حصل. ولاقي في ناس بتحكي عن حياتها وعن اللي مرتبطة بيه، وناس بتنصح ناس، وناس بتخفف عن ناس. ان يكون ده موجود في القناة، وان الناس وصلت من الثقة، من درجة الثقة في القناة، ان هي تعمل حاجة زي كده، ده بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي قوي كمان. يعني القناة دي انا بشوف، وقلت قبل كده مفيش تعليق خارج، مفيش لفظ بيتقال في القناة غير لائق، في احترام كبير قوي في قناتنا والله، وحتى في صفحتنا على الفيسبوك. هو توفيق من ربنا وراجع ليكم، لان النوعيات اللي في عيلتي نوعيات محترمة، مثقفة، راقية، ما شاء الله كلامهم جميل قوي، فاهمين، متفتحين. وخلي بالكم عادة الأبراج، اللي الحلقات اللي فيها 12 برج لازم ناس بتزعل. يعني لما هنتكلم مثلا عن موضوع حلقة مميز، طبيعي إن الأبراج اللي ما جاتش في القمة أصحابها يزعلوا. أنا ما بلاقيش ده في القناة في التعليقات، يعني بلاقي الناس متقبلة أقسم بالله، وده اللي بيخليني يزيد من إعجابي بيكم وبالقناة دي عامة. الناس اللي في ال 12 و11 و10 و9 و8 ما بتزعلش، بالعكس تلاقوهم بيعلقوا ويباركوا لاصحاب المركز الاول او المراكز الاولى، ويقول لك فعلا انا فيا كده، او انا فيا كده، انا فيا كده، او انا فيا كده. ايه الجمال ده؟ طبعا خلوني يعني اوجه شكر خاص للناس اللي قديمه معايا من اول ما ابتديت، وهم انا عارفهم، بس انا مش عايز اقول اسمائكم عشان ما انساش حد او اطول عليكم، بس انتوا عارفين ان انا عارفكم. انا حتى ببقى حريص في التعليقات ان انا ارد عليكم دايما، وان كنت انا برد على الجميع، بس انتوا عارفين ان انا عارفكم. ايه، انتوا ناس متفاعلة وناس موجودة، وناس حسستونا فعلا ان احنا عيلة واحدة، مش مجرد يعني حد بيقدم محتوى على اليوتيوب وانتم متابعين لي، لا اكثر. كمان الغيرة، الحمية بتاعتكم على القناة، لو حد حتى انتقد انتقاد ملوش حق فيه، انا ما بردش. انا عارف ان في ناس هترد، يعني انا عارف ان حبايبي وعيلتي هيردوا في بعض المواقف كده. تلاقي حد اللي هو ايه، يعني هو خلق لاجل الاعتراض، هو المحتوى ما فيهوش حاجه، هو ما عندوش اعتراض على الحلقه، بس هو مش حبك او مش عارف يعمل اللي انت بتعمله او غيره او ايا كان، فيكتب مثلا يعني انا دوست ديسلايك، ما عجبنيش كلامك. او مثلا تلاقي ما شاء الله عندي هنا انا اصدقائي في القناه بيقوموا بالواجب معاه، بيخلوه يفكر مليون مرة بعد كده ان هو يعمل حاجة زي كده، لانه هو ما بيلاقيش الحجة اللي يقدر ان هو يقنعهم بيها. بشكركم جدا، بشكر كمان الناس اللي انضمت لنا، في ناس قريبة قوي حديثة العهد في القناة، وتفاعلت وانخرطت جوانا قوي، واصبحت انا عارفهم شخصيا وعارفهم بالاسم. انا بشكركم جدا، قناة مميزة، عيلة جميلة جدا مميزة، ان شاء الله مع بعض
دايما بحاول على قد ما اقدر ان انا اقرب منكم واكون متواجد معاكم. اي حد بعت لي على الخاص على اي حاجة تبعي او كتب لي تعليق وانا ما ردتش عليه، بالله عليكم ما تزعلوش مني، بيبقى غصب عني، او حد طلب مني طلب وانا وعدته وما عملتوش، اكيد والله نسيت غصب عني. انا بحبكم جدا ومش عايز حد ابدا يزعل مني مهما كان. وعملنا كمان يا جماعة في قناة للكورة اللي يحب ان هو يشترك فيها، اي حد بيحب كورة او يعرف حد بيحب الكورة يا ريت يبعت اللينك بتاعها رجاء، يعني لاي حد يعرفه، هسيبها لكم في وصف الفيديو اول تعليق. وقناتنا التانية للفضفضة يا ريت تنضموا كمان لعيلتنا اللي هي بتحل مشاكلكم كل يوم، بدأنا نشتغل فيها من تاني، بنجيب قصة كده فيها إفادة ونعرضها وناخد آراءكم. الرابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو. كمان انا كل يوم تقريبا بعمل لايف على الانستجرام والفيسبوك الساعة 9 بتوقيت مصر والساعة 10 برضو بتوقيت مصر، يا ريت تنضموا لنا على الرابط دي وتشتركوا فيها وتشيروا الصفحات دي لكل اللي تعرفوه. الرابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو. بحبكم جدا وبشكركم تاني وتالت وعاشر، وان شاء الله دايما مع بعض، وربنا يسعدكم وتحققوا كل امانيكم يا رب.